هذه احدى الشظايا البرميل. هذا السلاح العام سنه الفبريا. للاسف ليس هناك اي اليه لمنع او للحيلوله دون استهداف هؤلاء المدنيين. للاسف الحل الوحيد كان ربما فرض نوع من حظر الطيران او منطقه امنه داخل سوريا. يحاول المركز تسليط الضوء على الاستهداف المتعمد لمخيمات النازحين داخليا داخل سوريا من قبل قوات الحكومة السورية والحكومة الروسية. الهدف الواضح من هذا الاستهداف المتعمد هو الحاق أكبر ضرر ممكن بهؤلاء المدنيين، لا سيما أن هؤلاء المدنيين في خيم لا تستطيع أن تقيهم حقيقة أي أثر للدمار أو للضربات. الخيم تجعلهم أكثر عرضة للإصابات والوفيات، وبالتالي استهداف هذه المخيمات كان عن تعمد. واضح أن السياسة المتبعة من قبل الحكومتين الروسية والسورية هي محاولة ترهيب هؤلاء القاطنين في هذه المخيمات، باعتبار أنها تحاول أولاً إجبارهم على دفع ثمن ما من ضمن سياسة العقاب الجماعي التي اتخذتها الحكومة السورية بحق من عارضها وتظاهر ضدها، تهجيرهم وحصارهم أولاً وتهجيرهم إلى الشمال، ثم الحاق بهم إلى الشمال وقصف مخيماتهم. الهدف الثاني وكان الحاق أكبر ضرر ممكن بالبنى التحتية والخدمات التي ممكن أن تقدمها المعارضة لهؤلاء النازحين داخليا، وبالتالي إثارة النقمة ضد من يستضيف هؤلاء بأنكم غير قادرين على حمايتنا أو على استضافتنا أو تأمين أي خدمات لنا أو مأمن لنا. حتى ذهاب النازحين إلى أقرب نقاط حدودية مع دول الجوار مع تركيا في الشمال لم يقيهم مثل هذه الضربات. ذهب الطيران السوري والروسي إلى مناطق حدودية، وأيضا بالمدفعية تم ضرب هؤلاء. الأسلحة التي استخدمت في هذه الضربات كانت أسلحة إما ذخائر عنقودية أو قنابل وصواريخ، وبالتالي كان الهدف منها إلحاق أكبر عدد ممكن من الإصابات والضحايا في هذه الضربات. كل ضربة من هذه الضربات تشكل جريمة حرب، وأن السياسة العامة الممنهجة الواضحة من نمط الضربات المتكررة والتي تكررت على عدة سنوات تجعل هذه الضربات تذهب إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية. للأسف ليس هناك أي آلية لمنع أو للحيلولة دون استهداف هؤلاء المدنيين. للأسف الحل الوحيد كان ربما فرض نوع من حظر الطيران أو منطقة آمنة داخل سوريا، وهو الأمر الذي لم يقم المجتمع الدولي للأسف بتطبيقه داخل سوريا.